أهلا وسهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من ريبوست، نتابع فيها أبرز ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، والبداية بالعناوين. راتبي لا يكفي ثمن وجبة عشاء، ولم يسبق لفنان سوري أن تم اعتقاله بسبب آرائه السياسية. دوريد لحام يثير الجدل من جديد. يعج بزعماء الميليشيات وتجار الكبتاغون، مجلس الشعب التابع للنظام يستقبل المرشحين يعرب زهر الدين وفراس الجهام. في ذكرى رحيله الخامسة، سوريون يستذكرون بلبل الثورة عبد الباسط الساروت. تعد الثورة السورية كاشفة للمواقف، فبعد اندلاعها انحاز إليها من انحاز وآمن بها، بينما هاجمها آخرون واعتبروها إثارة للفوضى من جهة، وتمهيداً لحرب أهلية أو طائفية من جهة أخرى. ولعل هذا أبرز أو أكثر بالنسبة للفنانين كان واضحاً، وذلك بسبب قربهم من الجمهور وخروجهم بتصريحات بين الحين والآخر. فكان من الواضح من وقف منهم مع الثورة ودفع ثمن وقوفه أثمانا باهظة وصلت إلى الاعتقال والتغييب القسري، ومن اعتبر هذه الثورة مؤامرة كونية. وطبعا هؤلاء أيضا باتوا معروفين للجمهور السوري بكل فئاته، وحصدوا مقابل موقفهم هذا المناهض للثورة قربهم من النظام، من نظام الأسد، لدرجة أن بعضهم تسلم مناصب سواء عن طريق النقابات أو الحزب، وصنف هؤلاء من طبقة المدعومين. بطل قصتنا اليوم هو أحد هؤلاء الذين ما انفكوا يهاجمون الثورة ومن خرج فيها ويدافعون عن نظام الأسد الذي برأيهم يعتبر حامي حمى المقاومة ضد إسرائيل. طبعا هو الممثل دوريد لحام الذي امتلأت ذاكرة السوريين بكثير من تصريحاته المؤيدة لنظام الأسد ضد الثورة منذ اندلاعها، إذ وصف الثائرين بالإرهابيين والمدفوعين من الخارج للقضاء على قلعة الصمود والتصدي إلى كل ذلك من الكلام الذي اعتاد السوريون على سماعه منه. وكان لحام في أحد لقاءاته مع جريدة اليوم السابع المصرية عام 2017 اعتبر أن مغادرة المعارضين لسوريا هو شيء سلبي، وقال: أنا كدوريد لحام أول معارض للسلطة، ولكن أخجل أن أعلن معارضتي من منصة بلد آخر عربي أو أجنبي، فأنا ضد المعارضة من الخارج. ودعا وقت ذاك الفنانين السوريين المعارضين إلى العودة إلى سوريا، وقال: أعلنت مراراً أن أي فنان سوري معارض إذا أراد العودة لسوريا سأخرج بسيارتي على الحدود لاستقباله والعودة معه، إما لبيتي أو للسجن. طبعاً هذا الكلام يذكرنا بتصرفات أحد المغنيين الموالين جداً لبشار الأسد الذي تذكرتموه أيضا وخطر على بالكم، هو علي الديك. صحيح، بالعودة لدوريد لحام الذي يعود ليثير الجدل من جديد بتصريحاته الغريبة والمتناقضة بحسب ما وصفها رواد وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك خلال ظهوره ضيفا على برنامج سؤال مباشر على قناة العربية، حيث تحدث عن راتبه الشهري وأنه لا يكفيه لشراء اسطوانتي غاز، أو إذا أراد بيعهما فلا يكفيه راتبه إلا لوجبة عشاء في مطعم ثلاث نجوم، لافتاً إلى أنه لديه دخل إضافي من عمله الفني ولولاه لما استطاع العيش بهذه البحبوحة. عزى دوريد لحام هذه الحالة المعيشية السيئة التي يعيشها السوريون إلى التضخم وارتفاع سعر صرف الدولار، لكنه في الوقت نفسه أصر على أن يتم قطع دابر الفساد في سوريا. ولم ينسى دوريد لحام الحديث عن خوفه من المخابرات كالعادة، كاشفاً عن تعرضه للاعتقال في الخمسينيات من القرن الماضي، نافياً أن يكون أي فنان سوري تعرض للاعتقال بسبب مواقفه السياسية. هذا الأمر دفع معلقين للتذكير بالانتهاكات التي تعرض لها فنانون سوريون بسبب وقوفهم إلى جانب الثورة، مثل زكي كورديلو الذي ما يزال مختفياً قسرياً، بالإضافة إلى تعرض الفنانة الراحلة ميس كاف للاعتقال أيضا من الأجهزة الأمنية قبل مغادرتها لسوريا، والأمثلة كثيرة. نتابع أبرز ما جاء في تصريحات دوريد لحام ونعود. ذكرت كلمة معتقلين، أنا ما بذكر
اعتقل الفنان بسوريا ما بعرف ماذا ما بذكر اطلاقا بسبب موقفه او بسبب الى اخره. لا يعني لا لك يا اخي اترك لي السياسه على جنب خلينا هارف. انت اما ان تكون مع الوطن او ضد او ضد الوطن ان تكون مع الوطن ما حدا بيقرب عليك ان تكون ضد الوطن شيء اخر. هذا الحريه ما حدا بيعطيك اياها انت بدك تاخذها ما حدا بيقول لك انت خذ هذه الحريه او بدق بابك الصبح تفتح حامل كيس بيقول لك هي حريتك بالكيس تفضل. لا انت اللي بتخطف حريتك انت اللي بتقدر تكون صادق او ممالق. بسنوات الجمر دافعت عن النظام مو بمعناه السياسي عن النظام يلي هو ضد الفوضى النظام يلي هو ضد الفوضى. في فرق بين النظام السياسي وبين شو الفرق مسألة الفوضى. انت بتقول مثلا انه راتبك التقاعدي 190 ألف ليرة صحيح سيد دريد؟ من التعليقات التي جاءت بعد هذه المقابلة المحامي ميشيل شماس الذي كتب وقال علق وقال في لقاء العربية سأل المذيع دريد لحام هل تستطيع أن تحكي اليوم؟ ما بتخاف؟ أجاب لحام بقدر أحكي ودلل على قدرته بأنه قال فلتقطع يد الفاسدين. ما شاء الله شو هالقدرة والجرأة. قال شو فلتقطع يد الفاسدين عم يستهبل المشاهدين بهيك كلام عام. كل السوريات والسوريين أطفال شباب نساء وشيوخ بيحكوا هالحكي وأكثر لك حتى بشار الأسد ذات نفسه بيحكي هالحكي. هذا الاستهبال ما بيمرق. تعليق آخر من لوجين. لوجين تقول بالله هلأ تذكرت الشعب بيعيش ب 18 دولار إذا تمثيلية وحدة ما طلعت حكيت فيه عن وجع الشعب إذا ببلدك ما استرجيت تحكي. أما آدم فكان تعليقه زكي كورديلو عدنان الزراعي عبد الحكيم قطيفان سابقا دول فنانين ولا مش فنانين. أما محمد نور حسين كتب وقال قال أنا مو النظام السياسي أنا مع النظام اللي ضد الفوضى. لما سألوا المذيع شو الفرق ارتبك وحاول يتهرب وما جاوب أي شيء منطقي. طبعاً تستمر ما تسمى انتخابات مجلس الشعب التابع للنظام بإثارة الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي ليس من حيث إجراءاتها بل من جهة المرشحين. فيبدو أن المجلس في الدور التشريعي المقبل يحمل مفاجآت من العيار الثقيل أهمها أن زعماء ميليشيات سيكونون تحت القبة البرلمانية. هذه القبة التي لطالما ضمت شخصيات سورية وطنية في فترة الاستقلال ستتحول بفضل ما يسمى الاستئناس الحزبي لحزب البعث إلى مكان يعج بتجار الكبتاغون وزعماء الميليشيات ومجرمي الحرب. تابعنا في حلقة سابقة إعلان اللواء في قوات الأسد محمد كنجو حسن الترشح لانتخابات مجلس الشعب وهو من كبار مجرمي الحرب في سوريا ويعتبر المسؤول الأول عن إصدار آلاف أحكام الإعدام والسجن المؤبد أو السجن لسنوات طويلة بحق المعتقلين خلال خدمته في منصب النائب العام العسكري في المحكمة الميدانية. استكمالاً لعصابة مجرمي الحرب أعلن يعرب عصام زهر الدين ترشحه لعضوية مجلس الشعب ممثلاً لحزب البعث. هذا يعني فوزه بالانتخابات بالضرورة لأن المرشحين عن طريق الحزب يعتبرون معينين في المجلس بشكل أوتوماتيكي. يعرب زهر الدين هو زعيم ميليشيات نافذ أسد الله ومدير المكتب الأمني التابع للفرقة الرابعة في الجنوب السوري ويعرف عن طريق والده عصام زهر الدين الذي قتل عام 2017 عندما انفجر فيه لغم بدير الزور. يعرب زهر الدين وبعد مقتل والده انتشرت له فيديوهات كثيرة خلال التعزية بوالده من هذا الفيديو الذي سنتابعه. أول شغلة ما بدي أجيب منك الدمع لأنه أنت معاشرنا وقاعد معنا وبتعرف أنه نحن طلعنا لأنقاذ. هاي تتذكرها هاي صارت معي شهيد 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 الشهيد يعرف زهر الدين هلا وبعدين هيك الشاشة أحسن يا رب.
يعني باللحظات الأخيرة اليوم كل العالم عم تسأل عن اللحظات الأخيرة اللي عاشها البطل عصام زهر الدين اللي كان حبيب الروح حبيب الشعب، هذا القائد اللي الله بيحبه والشعب بيحبه وعساكره بيحبوه. اللحظات الأخيرة الأقرب كان هي هايل، هو بيحكي لك ياها بالتفصيل كونه كان موجود وهو اللي جاب جثمان الشهيد البطل. اليوم استشهد عصام زهر الدين، استشهد أبطال بسوريا اليوم القادة العظماء، أمة قادتها شهداء لم تنهزم. أيضا خرج يعرب زهر الدين في لقاء مع الإخبارية السورية التابعة للنظام، وكشف أنه من كادر الإخبارية رغم تزعمه لميليشيا مقاتلة، كما كشف أنه كان يرسل فيديوهات من المعارك لعرضها على الإخبارية. وزار وزير الإعلام السابق عماد سارة عدة مرات. نتابع. وأنا يعني يمكن أول مرة بدي العالم تعرف هالشيء، أنه أنا زميلكم بالإخبارية السورية. نعم. وكنت على طول على تواصل مع الأستاذ عماد وبإرسال مقاطع الفيديو وبإرسال صور النصر من دير الزور. الحمد لله على كل شيء، نحن بالنهاية عم نقدم واجب، هذا الوطن قدم لنا كثير وبعدنا ما لنا جميلة، بعدنا مقصرين والطريق طويل وراح نتابعه. نشكر أخوتي جميعا، بشكركم أخواتي بالإخبارية السورية وأخواتي بالفضائية السورية وبجميع القنوات الإعلام المقاوم على وقفتكم معنا، وكنت السند ورح تظل السند بإظهار الحق والحقيقة. من التعليقات تعليق من مشهور ناصر الذي كتب وقال: وهو المطلوب للترشح لمجلس الدمى أن تكون مجرم أو فاسد، والأفضل الاثنين معا. أما أسد معروف كتب وقال: إنك ابن الغالي رحم الله نافذ بطل الأبطال القائد الوفي للقائد المفدى بشار الأسد، نحن معك يعرب عصام زهر الدين وبالتوفيق إن شاء الله بكل مشاعرنا. أما حافظ عليل كتب وقال: لهكذا مجلس فاشل، هكذا عضو مجرم. وليكتمل المشهد، وربما لم يكتمل بعد، فالباب ما زال مفتوح لإعلان مزيد من الترشحات، فلم يكن ينقص اللوحة الفسيفسائية للمرشحين سوى فراس الجهام أو كما يلقب فراس العراقية، وهو زعيم ميليشيا قوات الدفاع الوطني التي تعتبر رديفة لقوات الأسد، ويعرف عنه تورطه بتجارة الكبتاغون بالإضافة إلى جرائم الحرب التي ارتكبها خلال السنوات الماضية. هو حالياً يرأس فخرياً نادي الفتوح، وكان الجهام قد تم الحجز على أمواله من قبل مالية النظام، وذلك بسبب تورطه بعمليات تهريب. كذلك جهاد بركات زعيم ميليشيا مغاوير البعث، حيث أعلن ترشحه عن مدينة القرداحة، وهو زوج انتصار بديع الأسد. والقائمة تطول وستطول في الأيام المقبلة، فباب حزب البعث كبير ويتسع لكثير من الزعماء، وربما كان هذا أحد أسباب التخلي عن شادي حلوة الذي أفنى عمره وهو يدافع عن نظام الأسد، وبحت حنجرته وهو يصدح من ساحات المعارك ويتغنى بانتصارات سهيل الحسن، لكن كان جزاؤه في النهاية أن تم رفضه، فهناك من هم أكثر حزبية منه، وهم جهاد يعرب وفراس وغيرهم كثير، لذلك يبدو ضاع شادي. من التعليقات التي جاءت على ترشح فراس الجهام تعليق علي فيصل الذي كتب وقال: تاجر الكبتاغون مرشح برلمان زعيم ميليشيا الدفاع الوطني بدير الزور فراس الجهام المعروف بلقب فراس العراقية يريد دخول مجلس الشعب. أما بسام النوري كتب وقال: مشان توسع السلطة وتكون التجارة دولية، حاليا تجارة المخدرات داخلية. حنن للحر يا حنن، يا الشعب ببيته مش آمن، حنن للحر يا حنن، يا الشعب ببيته مش آمن.
هذا الفيديو لم يغب عن صفحات الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي. في 8 حزيران من كل عام ما بعد عام 2019 أصبح هذا التاريخ إعلاناً لانتشار هذا الفيديو الذي يصطح فيه حارس ثورة وبلبلها عبد الباسط الساروت، حيث يحيي سوريون داخل سوريا وخارجها ذكرى رحيله، وهو أيقونة من أيقونات الثورة السورية والذي صدحت حنجرته منذ إعلان بدايتها وانطلاق المظاهرات في مدينته حمص. جنة 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 سوريا يا وطننا، بحيث أصبح سيرته محطة من محطات الثورة المهمة التي لابد لأي سوري يؤمن بالثورة على نظام الأسد أن يمر بها ويستذكرها. بمزيد من الاحترام لبلبل الثورة، فهو بحسب ما ذكر المنتدى السوري لم يكن مجرد منشد أو مقاتل، بل كان نبض الثورة وروحها الحية. في ذكراه نشعر بروحه بيننا تلهب مشاعرنا وتذكرنا بأن للحرية ثمناً غالياً. كاميرا تلفزيون سوريا استطلعت ماذا قال سوريون عن عبد الباسط الساروت في ذكرى رحيله 5 في هذه المادة من إدلب. ما بس شهيدنا، شهيد حمص كله، شهيد الثورة كلها. يعني مرقت 5 سنين مثل الحلم. عبد الباسط كأنه عايش معنا هلا، ولا كأنه فارنا. 5 سنين مضوا مبارح، الحمد لله رب العالمين، الله يتقبل ونحتسب من الشهداء عند الله. الذكرى 5 للاستشهاد عبد الباسط الساروت، الله يرحمه ويتقبله يا رب. ومثل ما معروف عبد الباسط قائد للثورة ورمز من رموز الثورة، ونحن كلاعبين حمص العادي هو أسس هذا الفريق ونحن ماشيين على دربه. عبد الباسط الساروت كان قدوة لحمص، كان قدوة للسوريين إن شاء الله، هو منشد وللشعبية كان كبير إن شاء الله، رح تضل شعبيته بقلبنا حاضرة إن شاء الله. بالنسبة للشعب السوري وبالنسبة للعالم كله للغربتلية بالأكمل، هو بيمثل الشعب السوري. أنا بما أنه ابن حمص وابن البياض وابن حارته، إن شاء الله الله يجعلنا على دربه صابرين إن شاء الله. هو ما بس يعني أخ، هو كان صار رمز لجميع السوريين ولحمص بالذات. أخونا تعلمنا منه كثير شغلات، الصبر والوفاء والنخوة والشجاعة، وصراحة هو من الناس اللي وعدوا وأوفوا. عبد الباسط هو رمز الثورة، يعني منشد الثورة. عبد الباسط كان مثل ما بيقولوا الأخ الأكبر للثورة، كان اجتماعي مع الناس بشكل عام، الله يرحمه ويتقبل من الشهداء. بكل مجلس عبد الباسط نحن عندنا، بكل مجلس بينذكر عبد الباسط الله يرحمه، يعني بالشوارع بينذكر عبد الباسط، يعني هو قدوة لنا، نحن ماشيين خطى عبد الباسط الله يرحمه، يعني بكل شيء بنذكره سبحان الله. بكل شيء، بالأناشيد، بالمجالس، بالرياضة. نحن بالرياضة وقت اللي بننزل كأنه بنحس حالنا كلياتنا عم نلعب لعبة البسيطة الله يرحمه. طبعا كثير من المنشورات والتعليقات في ذكرى رحيل الساروت. تعليق من أحمد حموش الذي كتب وقال: اليوم الذكرى 5 على وفاة هذا المغوار المقدام، تقبله الله في عليين، دخل قلوب ملايين الناس في حياته وعند موته، رحمك الله يا بطل، رمز من رموز الثورة المباركة. أما غسان كتب وقال: في الذكرى 5 لاستشهاد عبد الباسط الساروت تترقرق الدموع في العيون وتفيض القلوب بفيض من الحنين والفخر. عبد الباسط ذاك الشاب الذي عاش حياته منشداً للحرية وحارساً لأحلام شعبه. تعليق من عبد الله محمد الذي كتب وقال: في مثل هذا اليوم من عام 2019 ترجل الفارس عبد الباسط الساروت الذكرى السنوية 5 لرحيله، رحمه الله وتقبله في الشهداء. الساروت بحق هو أيقونة الثورة السورية. ملتقى لأحاديث الأهل والذكريات، إليك قصة قهوة اللوادقة بمدينة مرسين التركية. مثلا benim orada teyzemin oğlu var. Ablalarım mesela.
ailem çoğu Arapça konuşuyor. Olmaz olur mu? Kökenimiz oraya. İsmail Paycı. Anam babam burada doğma büyüme. Kökenimiz Laskiye'den gelme. Bu Mersin'in kurucuları bizim atalarımız. Atalarımız. Burada mahalleyi biz kurduk. Daha evvelde mahallemizin adı Laskiye Mahallesi'ydi. Sonradan Kiremithane Mahallesi olarak değiştirildi. Ve o zamandan beri böyle devam ediyoruz. Şimdi şu kahvenin içinde bulunanların hepsi Arap kökenli ama Türk vatandaşıyız. Yani Arapçayı anlarız da fazla konuşmayız. Yani atalarımız öldü artık büyüklerimiz. Ben Kültür Mahalle Muhtarı Ali Karadeniz. Şimdi bu kahvenin hikayesine gelince burada genelde spor camiasından olan kimseler var. Burada hep şampiyon sporcular, profesyonel futbolcular, amatör oynamış sporcular çoğunlukla. Boksör, halterci, futbolcu, King Osyo, olimpiyat şampiyonu, dünya şampiyonu, Avrupa şampiyonu olan arkadaşlarımız var işte. إلى هنا مشاهدينا نصل لنهاية الحلقة، شكرا لحسن المتابعة، نراكم غدا في حلقة جديدة مع الزميل عابد، دمتم بخير، إلى اللقاء.